رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ويسرنا أن نلتقي مع الدكتور وليد خالد العنزي أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الكويت، والحديث عن الاستفادة من الماضي والاستعداد للحاضر والمستقبل. يا هلا فيك معنا في مساء الخير يا كويت. يا هلا فيك، الله يسلمك، سعيد بطلعتي معاكم في هذا اليوم. حياك الله دكتور معنا في مساء الخير الكويت، وسعداء بالتواصل وإياك ومنور. الله يسلمك، يعني دائما منور. الله يسعدك يا اخي، كل محفل تتواجد فيه، في كل مكان تتواجد فيه، في كل اطلاله دائما تتميز بالمعلومات القيمه التي تقدمها للساده المشاهدين، وخصوصا للطلبه اللي يتابعونك. شكرا لك. ونحن على مشارف انتهاء سنه 2020 واستقبال عام جديد، طبعا قد يسعى البعض لوضع خطه جديده، فكيف من المفترض ان نبتدئ لعام جديد نضع فيه خطه جديده مستقبليه ونستفيد كذلك من العام الماضي بأخطائنا بالأمور اللي كنا نبي نسويها وما سويناها؟ بداية أشكرك على هذا الإطراء، جزاك الله خير، طول لي عمرك، الله يجزاك خير. الحقيقة يعني سنة 2020 راح تفارقنا وتغادرنا بغير الوجه الذي أتت به. صح. فالحقيقة يعني كنا مستبشرين خير وبهذه السنة الجديدة 2020، رقم مميز لجميع الناس، وأعتقد جيل يعني معين كان يخطط لهذه السنة برسوم بعض الأهداف الرئيسية وانتقال في حياته ومراحل حياته، حتى يعني فاجأتنا بقدر الله عز وجل هي جائحة كورونا. صحيح. والبعض مع الأسف يعني حصل عنده دروب في جميع مساراته في الحياة، وهو لا يلام على هذا الأمر أمانة. يعني دول تسكرت ومطارات، ويعني اقتصاد هبط. صح. فيبقى الإنسان يعني هو المحور في هذا الأمر كله، كما يقول الشاعر: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. صحيح. فالإنسان مهما بقى يعني مهما تغير عليه الزمن يبقى هو المحور الأساس. الذي يقوم عليه الأساس، أساس الكون حتى. صحيح. يعني فحقيقة، لكن أود أن ألفت يعني انتباه السادة المشاهدين، يعني حديث عظيم يغيب عن جميع، يعني يغيب عنا كثيرا أمانة، من تذمر الناس حول سنة 2020 وتعليق يعني عنق الإحباط في عنق يعني 2020. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فحقيقة هذا الحديث عظيم، يعني وهو رسالة إيجابية في عدم بث رسائل التشاؤم والإحباط وتعليق يعني إخفاقات ما يدور حولنا. كل أمر ابن آدم، كل أمر المسلم له خير، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر. صحيح. دكتور، أحيانا المحن أو يعني الأشياء الجميلة تكون مغلفة في المحن. صحيح. قد تكون السنة هذه شكلها الخارجي هي محنة، لكن هي من داخل أشياء عظيمة طلعت في الإنسان وسوت قلبة ونقلة في الحياة. صدقتي، الإنسان ما يدري الخير وين، ومن أسرار الله عز وجل أن جعل يعني الخيرة خفية. فبالتالي الإنسان مهما تظاهر له الشيء أنه شيء زين ويطمح له ويسعى له، لكن حتما هناك خيرة خفية حول هذا الجانب. بعد ما تتعدى سنوات ويخفق أو ينجح أو يتغير عليه الواقع، يدرك عظيم يعني صنع الله عز وجل في هذا الجانب، وعظيم رحمته فيه في توجيه الحياة والمسار الصحيح. لذلك أنا أعتقد الحقيقة رسائل مهمة في استقبال سنة 2021. نعم. والآن نسمع بعد بموجة ثانية جاية من الجائحة. ايه. يعني لكن الأمور إن شاء الله كلها خير، وكلها إن شاء الله يعني حنا نقول رحم الله لمن فارقنا. نعم. وأتم بالصحة والعافية على من بقي. نعم. والسعيد من التعظى بغيره. والحقيقة لاحظت نظرة إيجابية عند كثير من الناس على جميع أساليب الحياة المعيشية، الاقتصادية، التعليمية، حتى الصحية وبعض العادات الصحية الموجودة. صحيح. أصبح هناك تقلب ويعني نقلة نوعية جدا يعني. صحيح. فبالتالي هذا يعتقد إن شاء الله خيرة في تصحيح المسار نحو المستقبل إلى حياة كريمة ننعم بها إن شاء الله في المستقبل القريب. دكتور، عندي سؤال اللي هو التخطيط الوظيفي والمسار الدراسي، شلون يتم التوفيق بينهم؟ تمام. هذا السؤال يعني حقيقة دائما ما أسأل فيه في الجامعة وفي الكلية وحتى بعد التخرج، يعني دائما دكتور وين نروح نتجه في الدراسة؟ أنا أحب شيء والواقع أمر آخر. الحقيقة هناك معادلات كثيرة عندنا في التدريس، يعني نحدد من خلالها أطر التوجه بالنسبة للطالب وما هي أهم الإرشادات اللي على الأقل تحصل له الخيارات بحيث يتجه إلى مسار دراسي معين. إحنا عندنا أمرين مهمين. الأمر الأول هو الرغبة، رغبة الطالب، هذا أمر مهم جدا. صحيح. حصر الوظيفة
بـ بـ بأمر مادي، هذا أمر قد يقتل الإبداع في المستقبل عند أبنائنا وحتى خريجينا. موقد بالتأكيد. بالتأكيد أحسنت، وهذا هذا مو عيب يبقى، لكن لا يصير المحور الأساسي الحساب، صحتك وراحتك وإبداعك. أنت مو مكينة بالنهاية، الناس تعطيها تحط فيها فلوس وتشتغل بدون أي متعة، بدون أي إبداع، بدون أي تطوير. فبالتالي هذه الميكنة هذه للآلات، أنت إنسان فيك روح وفيك عطاء وفيك تجديد، فتحتاج هذه النزعة الإبداعية، وهذه ما تتولد إلا من رحم الرغبة. طبعا دكتور، أصلا لما الإنسان يشتغل في مهنة هو يعشقها راح يكون مبدع فيها، وراح يكون ماديا راح تجلب له بالضبط. صدقتي دائما المعادلة تقول حينما تعمل ما تتقن ستنجز، ولكن حينما تعمل ما تعشق وتحب حتما ستبدع. صحيح. فبالتالي حتى لو أنت تتقن هذا الشيء وأنا ما عندي مشكلة وياك، أدي لك إياه بالتمام والكمال، لكن التطوير والنقلة النوعية هذه لا، يحتاج لها واحد شخص مبدع يكرس لها وقته وحياته. نعم. هذا أيضا كذلك يعني يحيل إلى أمر يعني مهم جدا، ربط الشهادة بالمهارة. يمكن هذه نقطة رئيسية اتضحت الآن في أزمة كورونا. كثير من الشهادات تعطلت، وكثير من الشركات والهيئات يعني الاستثمارية تخلت عن موظفيها، لأن أصبح التمحيص الحقيقي للموظف هو إجادته للمهارة وليس حصوله على الشهادة. صحيح. تبقى الشهادة، أي نعم تبقى الشهادة هي شهادة وإثبات بأنك تجيد هذه المهارة. صحيح. لكن على أرض الواقع هناك اختلاف كبير. يعني هل كل خريجي مثل كلية الهندسة سواسية؟ لا فبالتالي متفاوتين. فبالتالي أنت تبحث، أصبحت الآن حتى أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن صاحب المهارة وصاحب الحس الإبداعي. أحسنت، يعني من يتقن ويجيد هذه المهارة بشكل مباشر بعيدا عن الشهادات وإن كانت موجودة وذات أهمية، لكن أيضا كذلك لما تجتمع الشهادة مع المهارة وإتقانها حتما أنت يعني الآن سوبر وراح تملي مكانك. صحيح. على الرغم أن الحديث معك شيق دكتور، وكنت أتمنى أن أيضا نبحر في هذه المحاور اللي دائما تعطي طاقة وتعطي تشجيع وتحفيز، إلا أن وصلنا معك إلى ختام اللقاء، فكل الشكر والتقدير لك على التواصل معنا ببرنامج مساء الكويت. إذن السادة المشاهدين، كل الشكر والتقدير للدكتور وليد خالد العنزي أستاذ المناهج وطرق تدريس بجامعة الكويت على مشاركته معنا ببرنامج مساء الكويت. راح أروح فاصل صغير ونرجع نتواصل معكم من جديد.